طيب صحيح، إلى صحيح البخاري. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوضوء، باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. ده بدل طبعا، بدل اشتمال أو بدل بعض من كل. باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وقال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد، محمد هنا محمد بن سلام السلمي الجمحي، مولاهم البخاري البيكندي. قال أبو حاتم: ثقة صدوق، وذكر ابن حبان في الثقات، وهو ثقة ثبت. قد قال الخطيب: ثقة ثبت. قال ابن مكولة: كان ثقة. نعم. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة من أساطين المحدثين، يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة. قال فيه الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع الحجاز. قال عن أبي حازم، أبو حازم هو سلمة بن دينار، أبو حازم الأعرج التمار، كان من العباد الزهاد الحكيم. قال ابن معين: ثقة. قال أبو حاتم: ثقة. قال أحمد: ثقة. قال نسائي: ثقة. قال: سمع سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، وسأله الناس وما بيني وبينه أحد. يبقى هنا أراد أن يؤكد لك الضبط على التخصيص، أراد أن يبين لك، وهذا أيضا يعتبر من المسائل المهمة في مسائل لطائف الإسناد. قال: وما بيني وبينه أحد، وهذا الفارق بين حدثني وحدثنا، وأخبرني وأخبرنا. قال: بأي شيء دوي جرح النبي؟ بأبي وأمي. هذا استحضار لما حدث في الغزوة. بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما بقي أحد أعلم به مني. طبعا هذه أيضا من لطائف الإسناد في هذا الباب. قال: كان علي، استغفر الله، أخطأت أنا فسامحوني عفوا. قال: كان علي يجيء بترسه فيه ماء، وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، فأخذ حصير فأخذ حصير، يعني أخذت حصيرا فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه. بأبي هو وأمه، بأبي هو وأمه. طيب هنا الباب معقود في 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 كتاب الطهارة، كتاب الوضوء. ما علاقة التبويب بهذا الحديث؟ باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. طبعا هذا رأس التبويب أهو الآن، فعلاقة الحديث بالتبويب ظاهرة، لكن علاقة التبويب والحديث بالكتاب. ثم ثنى وقال: أبو العالية امسحوا على رجلي فإنها مريضة. ها، ما العلاقة؟ أريد أشاوس الميدان بالله عليكم. جزية الجنة أم مريم، أحسن الله عليكم. نعم. ما شاء الله، ده جهاد والذي قال بمسألة ابن جرير الطبري. ما حسبته أنا وهو. اللهم افتح عليهم جميعا يا رب العالمين. الدم لا ينقض الوضوء، دم الجروح. الله أكبر، والله ما قالها البخاري، وقد أصبت فيما قلت. بارك الله فيك. نعم، الحق أن هذه علاقة أيضا، طهارة الدم، هذا قال به بعضهم. الحق بأنه قد، طبعا هذا لا يوافقك عليه الجماهير، بل قيل نقل الإجماع. لذلك الإمام البخاري يعني هو يتبنى أنه لا ينقض الوضوء، لكن لا يتبنى الطهارة. بعضهم قال أنه يتبنى الطهارة. جاد قال هو نجاسة الدم، وهذا صحيح، هذا صحيح، لكن عند من هذا؟ يعني هو صراحة ليس نقول ليس منصوصا عليه، ليس مقطوعا به أن نقول أن البخاري يقول بنجاسة الدم، لكن هو أراد أن يقول بأنه أولا لا ينقض الوضوء، والثاني الاستعانة على غسله. نعم نعم يا سكين، نعم، جزيتم الجنة جميعا. يبقى إذن لنا أن نقول بأن التبويب هنا تبويب الإمام البخاري في كتاب الوضوء فيه أمران، أخص ما يكون بأن الدم
بأن الدم لا ينقض الوضوء، وهذا ألمح ما يكون، وإن كان كثير من الشراح لم يلمحوا إلى ذلك، لم يلتفتوا إليه، لأنه لو ربط ذلك ببعض الأبواب السابقة وأنهم كانوا يصلون في جراحتهم، وأنه أتى بأثر ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، وأن ابن عمر كان يخرج إذا أصيب بالرعاف يخرج ليغسل الدم ويخرج ويدخل بعد ذلك يصلي ولا يتوضأ، فيها إلفات لفت الانتباه إلى أن الدم لا ينقض الوضوء. لكن من لم يذكره من العلماء قال قد ذكره سابقا ولا يكرر، ولا يكرر. لذلك قال والأفضل من ذلك عدم التكرار، التأسيس أولى من التأكيد. فيكون التأسيس هنا على أساس أنه لا منة في الاستعانة بغسل النجاسات، لا منة في الاستعانة بغسل النجاسات، لا سيما وأن الذي غسل الدم عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم هي فاطمة، ولو قيلت ابنته علي بن أبي طالب ساعد في ذلك، فلا منة في هذا الباب. فيجوز الاستعانة بغسل النجاسات، يعني والمعنى هنا بأن هذا إن راضي من يعين فلا شيء في ذلك، لا منة ولا أيضا يقال بأنه لا يصح لأنه سيحمله فوق طاقته، قد تعافى النفس هذا. فنقول فعل النبي أولى بالتأسي، فجاز ذلك، ومسح الدم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا عندما قال أبو العالية امسحوا على رجلي، هو كان قد قصر أو وقع على رجلي أبو العالية الرياحي من خيار التابعين، فقاموا يعودونه فوضأوا، ففيها دلالة أيضا على الاستعانة في الوضوء، فوضأوا فقال امسحوا عليها لا تغسلوها، وأعلتها الحمرة، وهذه أيضا فيها أنها وقيل كانت معصوبة، ففيها المسح على ما كان مستديما، لأنه معنى ذلك أنها كانت قد أخذت مدة طويلة، المسح على ما كان مستديما والتيمم على ما كان مؤقتا مع المسح. فقال امسحوها فإنها مريضة، امسحوها فإنها مريضة. هذا بالنسبة للكلام على التبويب. أما في الحديث فهذه هذا الحديث مناسبته أنه في غزوة أحد عندما تخلف هذا البئيس التعيس المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، لما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجع بصوت الجيش، وجاءت الكلمة لأهل الكفر، كادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دخلت حديقة المغفر في وجنة النبي، فكانت هذه الدماء، ولذلك قام النبي فدعا عليهم حتى أنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. فجاءت فاطمة رضي الله عنها أرضاها من نبيلة من بارة بأبيها سيدة نساء العالمين، تغسل الدم عن وجه رسول الله بأبي هو وأمي، وعلي يساعدها في ذلك، وكلما صبت الماء ازداد الدم، فلما وجدت أن الدم لا يرقى أخذت الحصير أحرقته فحشت به الموضع الجرح، فرقى الدم. وهذا فيه مسائل. أولا المسألة التي نحن بصددها والكلام عليها هو الأهم، وهو الاستعانة على إزالة النجاسة زائدة، وأن الدم وإن كان نجسا عند جميل كما قلنا، وإن كان نجسا فإنه لا ينقض الوضوء، خروجه لا ينتقض به الوضوء. وأما المسألة الثانية ففيها أولا التداوي، وهذا خلافا للأحناف الذين قالوا بأن التداوي مخالف للتوكل، والحق بأن التداوي أصل في التوكل، أساس في التوكل. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا، والأمر أقل ما فيه تأكيد الاستحباب، تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وفيها أيضا الكي، وجواز استعمال الكي، ولأن النبي نهى عن الكي، قال علاج شفاء أمتي في ثلاث: شرطة محجن، شربة عسل، والكي، وأكره الكي. وقال 70,000 ثم قال ولا يكتؤون. فيكون هنا يعني نحتاج إلى الجواب عن ذلك، نهى عن الكي، كره الكي، قال 70,000، قال ولا يكتؤون.
فكيف نجيب وهذا كي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم الحمد لله على السلامة. أنا جلست إن شاء الله ننتهي من كلية الدرس قبل أن نمشي، وأنا أسوق بعد ذلك. أنت نايم شيخ؟ أنا أسوق. لا مش هينفع. أيوة نعم أنا عارف، بس إن شاء الله تشوف حضرتك اللحاف موجود ورا ولا لا؟ ده أهم حاجة. أيوة ننتهي من الدروس سهل خلاص. ليش ما الذي وقع؟ طب ازاي تسيبه يا شيخ كده؟ المفروض تحطه في جيبي. ايوه انت عارف ان احنا هننزل، وانت اللي قلت له هننزل. هذه اجابه يعني هي دي الاجابه المناسبه. لا خالص. طب نقعد هنا بقى، نقعد فخر. لا بس نشوف بس الماء في كهرباء. هات انظر بس في مضرة وقعت عليه ولا لا؟ شغال ان شاء الله. شوفوا شوفوا ساكت. فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أسامة، أنا أريد الإجابة لها. يصبح رمادا فتحشو بهذا الرماد الجرح، وهذه الطريقة معروفة لغاية. الآن أن يكون عند رجل توضيح شيء نجهله. هذا كي، حتى ولو كان هذا كي. طب علي يعني سبحان الله، ما الكي في هذا الباب؟ هذا كي غريب جدا، كأنه استعمال النار، كأنه استعمال النار. هذا كي، صحيح أن هذا كي يا حبيبي. متى؟ وأنا نفس الأمر أريد، بس بعدين بعد ما أخلص هذا. ماشي تفضل تفضل تفضل. ممتازة جهاد، ما أدري، فتح الله عليك. نعم هي لها توجيهان. التوجيه الأول أن هذا فعل به وهو لم يأمر به ولم يسعى إليه، كالذي يأتي رجل يرقيه وهو لم يطلب الرقية، لا ينزل تحت الحديث. يبقى هذا التوجيه الأول. والتوجيه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال 70,000 هذا على كمال التوحيد في القلب وكمال التوكل، وهذا منصوص عليه كمال التوكل في قلب المسلم فلا يحتاج شيء. يبقى هذان توجيهان لفعل حفصة، لفعل فاطمة بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن في المسائل هنا جاز التداوي لقول النبي صلى الله عليه وسلم تداوي عباد الله ولا تتداوي بحرام. ويكون التبويب كما قلنا بجواز الاستعانة على الوضوء وجواز الاستعانة على 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 إزالة النجاسات بأحد، وهذا ليس فيه من الفوائد المستنبطة. بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. التداوي من التوكل، التداوي من التوكل. سعة الشريعة، الفائدة الثالثة، سعة الشريعة لم تترك شيئا قط إلا استوعبته. سعة الشريعة. نعم في أي سؤال تفضل.